السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حنفي من شركة MMA كوريا. النهاردة إن شاء الله هكلمكم على إيه هي الشركة، هديلكم مقدمة سريعة بسيطة عن إيه هي الشركة، وهقدم لكم كمان إيه هي المنتجات اللي بتقدمها الشركة بتاعتنا والخدمات اللي بتقدمها الشركة بتاعتنا والمزايا بتاعتها. بداية سريعة جدا على الشركة بتاعتنا، هي شركة MMA كوريا، هي شركة كورية هنا تأسست في كوريا، ليها منتجات في السوق المحلي الكوري وكمان الأسواق الخارجية في البلدان المجاورة وكمان البلدان اللي قد تكون بعيدة كمان عن كوريا. فهي شركة معروفة في السوق المحلي الكوري والأسواق الخارجية. طب الشركة بتاعتنا بتعتمد على ايه وكمان بتنتج ايه بالظبط؟ الشركة هي شركة تصنيع المعدات الطبية، زي مثل نظام إمداد الغازات الطبية أو نظام الغرف النظيفة وكمان نظام استدعاء الممرضات، وكمان بتورد المعدات الطبية وتصدرها زي ما وضحت لحضراتكم محليا وكمان في الأسواق الخارجية. حتى كمان الشركة بتاعتنا بتعتمد على إن هي تعتمد على الخبرة والتكنولوجي، خبرة امتدت لعشرين عام تقريبا او 20 سنة تقريبا، وتكنولوجيا بتعتمد على التكنولوجيات الحديثة علشان تقدر توفر خدمات ومنتجات كمان up to date، او بمعنى صح منتجات عالية الجودة بتتماشى مع الوضع الحالي او السنة الحالية بتاعتنا دلوقتي. هنلاقي ان منذ تقريبا ادخال نظام الغاز الطبي المحلي في اوائل التسعينات، الشركة قامت ببناء الغاز الطبي للمستشفيات الكبيرة في كوريا لأكثر من تقريبا 15 عام، وتقريبا بناء على التجربة دي تم تأسيس MMA كوريا في عام 2003 من خلال تقديم نظام إدارة MMA جروب، وهي مشروع مشترك خارجي. الشركة قامت بتصنيع وبيع إمدادات الغاز الطبي، وهو منتج معدات طبية للمستشفيات او العيادات المتخصصة او اي بيئة طبية زي مثلا الجامعات الطبية اللي هي او المستشفيات الطبية اللي بيكون في الجامعات وما الى اخره. لو كمان بصينا هنلاقي ان MMA كوريا الشركة هي مؤسسة مختارة من اتحاد تصدير المستشفيات بدعم من KOTRA اللي هي كوتري، وتم اختيار كعلامة سول للجودة او سيول للجودة، وده بيوضح لك مدى جودة المنتجات والخدمات اللي بتوفرها الشركة بتاعتنا. هنلاقي كمان ان هي تقريبا مؤسسة صغيرة ومتوسطة ممتازة اختارتها الـ SPA، او كمان بتقوم بتصدير انظمة الغرف النظيفة الطبية والمعلوماتية الطبية الى تقريبا مختلف البلدان في العالم كله، وبالتالي يدي لك زي ثقة في المنتج بتاعنا، وكمان يدي لك زي thought او فكرة idea عن مدى انتشار المنتجات والخدمات بتاعتنا حوالين العالم. هنلاقي كمان ان الشركة بتاعتنا دلوقتي بتقوم بالتصدير لدول مثلا زي فيتنام، اندونيسيا، ميانمار، وكمان بتهدف اللي هي تصبح شركة عالمية بهدف انشاء سوق خارجي واسع كبير. بالإضافة لذلك كمان هنلاقي ان الشركة بتشارك في بناء المستشفيات والاستثمار في التكنولوجيا بمختلف الانواع وتطوير المنتجات. طب ماشي، هنلاقي مثلا المنتج الاول بتاعنا الا هو غرفة الضغط السلبي وغرفة العمليات. هنلاقي ايه هو الغرض بتاعه وايه هي المميزات بتاعت غرفة الضغط السلبي وغرفة العمليات. هنلاقي واحد، السيطرة على العدوى والراحة في غرفة العمليات. هنلاقي كمان ان ليها ميزات للحفاظ على بيئة نظيفة في غرف العمليات بالمستشفى، وكمان وحدات العناية المركزة، توفير اسرة ضغط سالب لعلاج مرضى كوفيد-19. مميزات تانية مثلا هنلاقي بناء نظام بيطبق حلول جاهزة. كمان هنلاقي ان هي بتوفر استخدام لوحات غرف العمليات المطورة ذاتيا، ونظام تكييف الهواء الاوتوماتيكي، ونظام التحكم الفردي في درجة الحرارة وما الى ذلك. هنلاقي كمان ان هو بيتم تطبيقه كمجموعة من التقنيات الهندسية لجميع المستشفيات. هنلاقي كمان ان هي بجانب غرف عمليات المستشفى، غرف التنظيف البيولوجي، انشاء مرافق الضغط السلبي والضغط الايجابي، انشاء وحدات العناية المركزة، وبالاضافة الى غرف العزل. كمان لو بصينا هنلاقي ان الشركة نفسها متخصصة في تصنيع وبناء الغاز والمعدات الطبية للمستشفيات، بتدي لك زي ثقة للجودة
في الجودة بتاعة الشركات بتاعتنا والخدمات بتاعتها. لو بصينا على التصميم والبناء هنلاقي ان هو الامثل للمرضى والطاقم الطبي المتخصص في مستشفيات او العيادات الطبية وما الى اخره. بنقدم افضل تقنيات وبيئة طبية متطورة في كوريا هنا، وبالتالي بيطور عندك زي ثقة تقدر تثق في المنتج بتاعنا. هنلاقي المنتج التاني بتاعنا هو جهاز بيمد الغازات الطبية اللازمة للجراحة. يمكن أي طبيب أو أي متخصص أو أي طاقم فرد من الطاقم الطبي يمكنه التحقق من حالة المريض، مثل معدل ضربات القلب أو كمان إظهار المعدات اللي بتساعد في الجراحة. لو بصينا كمان على الميزات هنلاقي الأسلاك المباشرة للغاز الطبيعي في المنتج، وكمان يمكن تحقيق أنواع مختلفة من التثبيت المعلق. كمان بنوفر الـ ARMS بأحجام مختلفة، وده بيوفر بيئة مثالية لمساحة غرف العمليات. كمان من الممكن استخدام المساحة الموجودة في غرفة العمليات بشكل فعال، تهيئة الظروف الجراحية المثلى. لو بصينا مثلا على المنتج الثالث اللي بتقدمه الشركة بتاعتنا هنلاقي ان هو منتج اساسي بيقوم بتزويد الغازات الطبية والامدادات وتفريغها كمان عبر انابيب الغاز. لو بصينا مثلا على خصائص المنتج ديت وايه هي الميزات بتاعته هنلاقي ان واحد يمكن دمج انواع مختلفة من الغاز واستخدامها حسب الرغبة، وكمان بيمكن ان يتم انتاج شكل محطة انبعاث الغاز الذاتي في انواع مختلفة. اخر منتج بتقدمه الشركة بتاعتنا الا هو المنتج الرابع، هو منتج اللوح الامامي، هو منتج يتم تركيبه في سرير المريض ويمكن علاجه ورعايته من خلال خط امداد الغاز الطبي. لو بصينا على خصائص المنتج بتاعنا يمكن انتاج الطول والتصميم وفقا لاحتياجات العملاء بتوعنا، وكمان في انواع مختلفة من المنتجات، وبالتالي هناك مجموعة واسعة من الخيارات اللي بتناسب تصميم المستشفى او العيادة المتخصصة او ما الى ذلك، بالاضافة للمستشفيات الموجودة في الجامعات وما الى اخره. لو بصينا مثلا هنلاقي ان كمان بجانب كل دوت نلاقي نظام وحدة تحكم جديد محسن لمرضى الكوفيد 19، شاشة مدمجة وضوء قراءة ال LED اللي بيمكنه ضبط الزوايا، كمان بالاضافة الى التصميم الامثل للمرافق الطبية الذكية. بس كده، دي الشركة بتاعتنا ودي المنتجات بتاعتنا. شكرا جدا ليكم وشكرا لاستماعكم.